برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي الاستاذ ايمن عبد الحميد، رئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه التعمير للتمويل العقاري. اهلا بحضرتك معنا استاذ ايمن. اهلا بيك. قول لي بقى في البدايه كده، نعرف من حضرتك مقارنه كده عن حجم النشاط للتمويل العقاري من 20 ل 22 عشان اقدر ابدا مع حضرتك الحوار. طيب، احنا الشركه كانت في سنه 20 عامله حجم تمويلات حوالي 350 مليون جنيه. في 21 عملنا مليار و100 مليون جنيه. ما شاء الله. السنه دي الى الان 2 مليار و11. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله، دي كده بدايه حلوه قوي زي الفل. الحمد لله. ده احنا في عصر بالنسبه لكم كويس. الحمد لله. يعني الحمد لله. الدنيا كده ماشيه كويس في قصه التمويل العقاري. بدانا نظبط حاجات كتير. أيوه. الحمد لله. طيب حققت 6 مليار جنيه. تمويلات. ما شاء الله. تمويلات انت بتتكلم في 2.1 من 10 مليار جنيه، يعني اكتر من 35% السنه دي بس. الحمد لله. هو احنا نقدر نقول من شهر 8 السنه اللي فاتت لغايه اخر شهر 9 السنه دي عاملين 3 مليار جنيه، اللي هو نص تقريبا كل التمويلات اللي تم اصدارها من الشركه منذ انشاء الشركه الى يومنا هذا. وده معناه زياده عملاء، معناه طبعا زياده عملاء وبدايه ثقه اكتر فيكو. طبعا. خليني اقول لحضرتك، احنا الشركه من ساعه ما انشئت كل الشير هولدرز او الملاك للشركه هم جهات حكوميه. جهات حكوميه. فالشركه الهدف الاساسي بتاعها تمويل محدودي ومتوسطي الدخل. يمكن احنا دخلنا بس السنتين، السنه اللي فاتت والسنه دي، دخلنا كمان بقيه العملاء العاديين بقى، يعني مش لازم بس يبقى محدود الدخل، احنا مستمرين محدود ومتوسط الدخل بس زودنا فوق المتوسط والمرتفع. وهو يمكن ده عمل دول كانوا اضافه السنه دي. دول اللي عملوا طفره في التمويلات. ايوه. 2022 تحقيق الربح 60 مليون، واحنا بنتكلم في 2021 كان 55 مليون، 2022 2020 كان 60 مليون. ايوه. 21 55 مليون، السنه دي الحمد لله لغايه اخر اكتوبر 120 مليون. ولسه السنه ما خلصتش. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. مش بقول ده، انا بقول يعني انه لسه كمان ان شاء الله الرقم ده وما اتضافش، لسه هيزيد نوفمبر وديسمبر مش كده؟ طيب إيه، بنتكلم في 100% من الارباح تقريبا، بخلاف بنتكلم استحواذ الشركه على قد ايه من السوق؟ احنا حجم عدد العملاء اللي مولناهم تقريبا يمثلوا النهارده 33 او 34% من حجم السوق كله. ايوه. منذ انشاء التمويل العقاري. فاحنا عندنا وصلنا ل 35500 عميل. أيوه. تم تمويلهم من خلال الشركه. ده رقم هو حلو جدا بالنسبه لسوق التمويل العقاري كشركات، لكن مش ده طموحاتنا. يعني احنا نطمح ان احنا نوصل في السنه ل 35000 عميل كشركه. ايوه. هي الفكره، هقول لحضرتك ايه، احنا بما ان الشركه زي ما بقول لحضرتك كان الاتجاه الاساسي بتاعها محدودي ومتوسط الدخل، فكان التركيز دايما عليهم. بدانا نضيف السنه دي المتوسط وفوق المتوسط والمرتفع. كله بنفس النسب بيتعامل معاكم؟ انا ما بقولش لحد جاي لي عايز تمويل عقاري، لا، لو جالي فوق المبادرات مليار جنيه هشتغله. لو جالي في فوق المتوسط بمليار جنيه هشتغله، لو جالي في المرتفع بمليار جنيه هشتغله، يعني ما عنديش، ما بقولش لحد لا، ما بقولش انا السنه دي هعمل قد كده واقف بعد كده، لا، انا مستمر. او ما عندكش جهه معينه او تحديد لفئه معينه؟ لا خالص. انا بقول لهم دايما عندي في الشغل، احنا اي حد هيجي الشركه عايز تمويل عقاري طالما ينطبق عليه شروط التمويل العقاري ياخد تمويل عقاري. مفيش عندي حدود امتى ادي لمين ايه. لا، وهي دي يمكن السياسه الجديده اللي خلتنا حصل عندنا الطفره دي في خلال ال 13 14 شهر اللي فاتوا. ايوه. ان احنا خلاص احنا شغالين محدود ومتوسط ومستمرين، واحنا اكبر شركه اشتغلت في هذا مع هذه الفئه منذ انشاء التمويل العقاري. ومستمرين، مش هنتوقف. أيوه. لكن بنضيف عليها الفئات الثانيه، فعشان كده احنا دي اللي يمكن سبب الطفره في حجم التمويلات وفي الارباح الحمد لله. هو سبب طفره يعني الحقيقه هو نموذج ناجح. انت بتتكلم في نموذج ناجح لشركه من الشركات المصريه في مصر تحقق الارقام دي. الحمد لله. اكيد في اسباب، وعايزين يبقى في يعني الناس عارفه النجاح ده راجع لايه. هقول لحضرتك، هي الشركه كانت بتدار بمنطق شركات الحكومه، وده مش منطق سيء،
بس مش منطق سيء، ولكن في تحفظ بطيء شويه، طارت ساعات برضه اوقات. احنا بدانا ندير الشركه بشكل يعني مش عايز اقول بس القطاع الخاص، لا كمان الشركات متعدده الجنسيه، اللي هو كل واحد في الشركه بقى له حق انه يتخذ قرار في الجزئيه الخاصه بيه، مش لازم كل حاجه ترجع للاداره العليا، هو يقدر ياخد القرار وهو اللي يقدر ينفذ قراره في حدود صلاحيات اللي هو واخدها. فدي ادت للناس اولا ثقه، فبدا يشتغل بكفاءه اعلى، وفي نفس الوقت بقى الانجاز بيتم بسرعه، لانه بيتم مش كله مره واحده، بيتم في كل مكتب على مستوى الشركه. يعني تسمح لموظف انه ياخد قرار طبعا من غير ما يرجع لك؟ طبعا. ده هو لازم ياخد قرار من غير ما يرجع لي، انا قاعد اديره مش ان انا قاعد اشتغل شغله. ده مهم قوي. يعني هو المفروض ان هو عارف هو حدوده ايه وصلاحياته ايه وبياخد القرار على اساسه، وهو جاي يشتغل ايه، فلازم يشتغل بالظبط كده. يمكن دي سبب ان الارتفاع اللي حاصل في حجم التمويلات وفي ارقام التمويلات. لان هم بدا ياخد الثقه، ما بقاش مستني لما حد يقرر له. فبدا ياخد الثقه، ولما بيلاقي عنده مشكله بيدور على حلول في حدود صلاحياته. فبدا يتعلم اسرع واكتر، فبدا الانتاج يبقى بشكل مختلف. في حاله ان هو بيحتاج مشوره ما، انا مع سياسه الباب المفتوح مع حضرتك. ما فيش حاجه اسمها ما بياخد، وغالبا ما بيردش عميل. لا ما ينفعش العميل طالما ان تنطبق عليه الشروط يبقى لازم ياخد تمويل من عندي. ايوه، ادام جالي وينطبق عليه شروط التمويل العقاري يبقى لازم تاخد تمويل من عندي. وده بيبقى في وقت كتير استاذ ايه؟ بتتراوح المده ولا برضو الاداء كشركه ناجحه؟ لا طبعا الاداء اتغير. اتغير تمام. اتفضل. هقول لحضرتك حاجه. هو لو العميل ومستنداته ومستندات الوحده سليمه، احنا بنتكلم في 5 ايام عمل. خمس ايام عمل بنكون تممنا الاجراءات، لو الورق بتاعه كامل، ورق الوحده سليم. 5 ايام عمل. اوقات بنزيد عن كده. ليه؟ لان في حاجات بتتطلب بعض المستندات، مثلا من الشهر العقاري، من وزاره الماليه، الضرائب العقاريه، من المحافظات او من هيئه المجتمعات، عدم وجود مخالفات، دي بتعطل الاجراءات شويه. ولكن لو الورق كله كامل احنا بنتكلم في من 3 لـ5 ايام عمل بحد اقصى. عمل كشغل كشركه؟ وبعدها ترد على العميل؟ لا، 5 ايام بالموافقات لغايه التوقيع. فترد عليه؟ برد عليه بعد 3 ايام، وبعدين بنكمل بقيه الاجراءات. اعتقد بعد الناس ما سمعونا شويه دول هيبقوا عايزين يعرفوا ايه الخطوات اللي ممكن مطلوبة من المواطن، اللي عشان لو عايز يستفيد من نشاط المفروض يعمل ايه. وهنا بتكلم كمان تجاري داخل كمان مع حضرتك. تجاري وإداري. تجاري وإداري. سكني تجاري إداري. سكني تجاري إداري. بالظبط. ما تقول لنا بقى الشروط، الناس أكيد عايز تعرف. طيب ناخد كل حاجة لوحدها. بما إن احنا بنتكلم على عقار وواحد مشتري، يبقى فيها مستندات خاصة بالعقار ومستندات خاصة بالمشتري. يبقى نبدأ بالعقار. العقار احنا عايزين ما يفيد ملكية صاحب العقار وما يفيد عدم وجود مخالفات. دول اساسي، الاساس اللي احنا عايزين نشتغل عليه. ايوه كويس. ممكن في بعض الحالات لو هي في المدن الحضريه مش المدن الجديده، بنحتاج حاجات من الشهر العقاري ومن الضرائب العقاريه، ولكن هو الاساس ايه؟ انا عايز ما يثبت ان اللي بيبيع له حق انه يبيع، وان العقار ده سليم ما فيهوش مخالفات. تمام. لو ده تم، دي اهم حاجتين بالظبط كده. لو ده تم يبقى العقار بالنسبه لي مجاز وممكن اشتغل عليه. بالنسبه للعميل انا عايز ما يفيد دخله. لو هو موظف انا عايز من الجهه اللي هو بيشتغل فيها ما يفيد دخله ايه. لو هو صاحب اعمال حره زي مثلا محامي، دكتور، اي حاجه، هبقى محتاج منه ما يفيد دخله ايه، سواء بقى من عن طريق بقى حساب بنكي او عن طريق محاسب قانوني. لو هو صاحب شركة عايز منه ميزانيات بتفيد دخله من الشركة ايه؟ ميزانيات. مش لكن مش مطلوب. اقصد اي مستندات من البنوك مثلا؟ لا لا لا. تمام. مش من حقي، لان انا ما اقدرش اطلع على لا كدخل. لا كدخل. ممكن استعين بحسابات البنوك عشان ادعم دخله. ده اللي اقصده. يعني في بعض الشركات بتبقى عاملة هامش ربح، احنا بنقيمها تقريبا في القطاع الفلاني هامش الربح بتاعه 20%، فبنشوف من الميزانيات اللي طلع له قد ايه وهيبقى هو حقه فيه قد ايه. لكن لو اللي بيزود التدعيم ده انه بيبقى فيه بعض الدخل الاخر من جهات اخرى او من شركات اخرى. ايوه. فبنشوفه من يعني عن طريق كشف حساب البنك. تمام. وبنقدر نضيف الدخلين على بعض نعتبره الدخل الاجمالي.
فده بيساعدنا برضو في اتخاذ القرار. ده العقاري. ايه تاني مستندات او مطلوب؟ يعني اكيد الناس عايزه تستفيد، فنقدر نقول لها ايه الشروط؟ هنقول ان احنا اولا ما يبقاش العميل ده، لا عندنا حدود للسن من 21 لغايه 60 حد اقصى عند انتهاء التمويل. تمام. بالنسبه للاشخاص اللي هم الموظفين، ولغايه 65 لاصحاب العمل الحر. حلو. ما زلنا في العقاري. تمام. والاداري والتجاري هيبقى بنفس المنطق. خلينا ناخدها حاجه حاجه كده. بالظبط كده. الوحده ما عليهاش مخالفات. الوحده عارفين مين اللي بيبيعها وهو حق له حق البيع. يبقى ده بالنسبه للسكني مبدئيا، خلينا نخلص السكني. بالنسبه للعميل هو دخله. ليه حق البيع؟ يعني لو انا عامله توكيل يبقى برضو، لو حضرتك عامله لي انا توكيل بحق البيع، انا اقدر ابيع بالنيابه عنك. تمام. ده مهم. ما احنا قلنا ايه؟ مش مهم المالك اللي بيبيع، المهم يكون له حق البيع. وحق البيع هنا ليها معنى غير التوكيل؟ طبعا. في المطور العقاري، ما هو ما عندوش ملكيه للوحده، هو عنده ملكيه للمشروع. تمام. بس هو له حق البيع في السجل التجاري بتاع الشركه. حضرتك لو عامله توكيل لاي شخص من حقه يبيع فيه، يبقى هو له حق البيع في للوحده بتاعتك. تمام. في اكتر من حاجه، او الملك الاصلي بقى المباشر ده. ادي اسهل حاجه. بالظبط. فلازم يكون اللي له حق البيع هو اللي بيبيع معايا بالفعل. وزي ما قلت لحضرتك، دخل العميل، اثبات دخل العميل، لان انا عندي القانون بيحدد ان ما اخدش منه قسط تمويل عقاري يزيد عن 40% من دخله. يبقى لازم اثبت دخله عشان اقول له انت هتقدر تاخد مبلغ قد ايه يتناسب مع هذا الدخل. تمام. ده بالنسبه للعقاري. الاداري والتجاري. الاداري في عندنا طريقتين، يا اما شخص بيشتري مقر اداري، وده ممكن يبقى دكتور بيشتري عياده، ممكن يبقى محامي بيشتري مكتب، فعايز دخله هو برضه علشان اثبت دخل العميل. او حتى عايز يفتح شركه ايا كانت. لو عايز يفتح شركه، لو هو شركه اوريدي قائمه وبياخد فرع جديد للشركه او مقر جديد للشركه. تمام. بثبت دخل الشركه عن طريق ميزانيه الشركه. ولو مكتب برضه شغال. لو مكتب وشغال وبياخد مكتب تاني برضه بيثبت دخل. اقصد شغال مع حضرتك يعني. يعني اوكي. مفيش مشكله. اي شخص اعتباري او شخص عادي من حقه انه ياخد تمويل عقاري طبقا للقانون المصري. تمام. بس كل واحد بيختلف طريقه احتساب الدخل. لو هو شخص عادي عايز دخله الشخصي، دخله الشخصي من وظيفه، دخله الشخصي من مهنه حره، دخله الشخصي من نصيبه في شركه من الشركات، هو ده دخله الشخصي. تمام. لو هي شركه يبقى انا عايز ميزانيات بتقول دخل الشركه قد ايه عشان اقدر احدد النسبه اللي اقدر استقطعها من الايراد ده عشان اخدها قسط تمويل عقاري. طب لو عياده او مكتب محاماه او كشف حساب بنكي يقدر يدل على الدخل، شهاده من محاسب قانوني تدل على الدخل، في بعضهم بيعمل ميزانيات اخر كل سنه بيحاسب بيها الضرائب تدل على الدخل، سداداته للضرائب تدل على الدخل. في اربع احتمالات، يختار اي احتمال. ده في الاداري. ده في الاداري. طيب والاداري ليها برضو نفس القصه السكني اللي حضرتك قلت عليها، سواء في المدن المقامه او المدن الجديده؟ ولا الوحده ما مش هنختلف بقى، الوحده هي ثابته نفس الاجراءات لنفس لكل انواع الوحدات. لازم اتاكد من صلاحيه الوحده، سلامتها يعني ما فيهاش مخالفات، لازم اتاكد ان اللي بيبيع هو المالك او ينوب عنه. ينوب عنه. ده ثابت في كل انواع الوحدات. ده ما فيهوش كلام. احنا بنختلف بس في اجراءات بحسب الدخل على شخص اعتباري ولا شخص عادي. تمام. التجاري بقى. التجاري غالبا اللي بياخد مقر تجاري بيبقى يا اما واحد بيبدا نشاط جديد، يا اما واحد بيزود نشاطه، يعني عنده مقرات تجاريه وبيزود نشاطه. مش هنختلف برضو. الوحده عايزين ما يفيد انها ما فيهاش مخالفات، وبرضو اللي بيبيع هو مالك الوحده، وايراد العميل ده. لو العميل ده كان عنده محلات سابقه، عندي كشف بنك او ميزانيات او حسابات الضرائب، التلاتة يؤدوا الغرض. أي واحدة فيهم، ما بقولش التلاتة مجتمعين، أي واحدة فيهم تؤدي الغرض. طيب لو هو بيبدأ نشاط جديد، هبقى بقى محتاج دراسة جدوى، دي بيبقى أصعب شوية، بس بيتم ما تاخدش وقت برضو. لا ما بتاخدش وقت، بس بقى محتاجة دراسة أكثر عمقا، لأن أنا لازم أعرف النشاط اللي هو داخله ده هيجيب له الإيراد اللي يدفع القسط ولا. صحيح. طيب أستاذ أيمن، يعني السؤال الأخير، إحنا النشاط ده بيمثل تقريبا اقل من 1% من 1 في الـ1000. 1 في الـ1000 من الناتج القومي. الناتج القومي. هقول لحضرتك التطور بره الاقتصاديات اعلى بكتير في الدول العالميه.
توصل ل 75%. يا خبر ابيض. احنا التطور اللي حصل خلال الاربع سنين اللي فاتوا أيه. كان ملفت، بس لازم ناخده بعين الاعتبار. يعني احنا سنة 2019 حجم التمويلات اللي تمت من الشركات كلها مجتمعة 2.6 مليار جنيه. في 2020 عملنا 3.4 مليار جنيه. 2021 8.1 مليار جنيه. السنة دي لغاية شهر 7 عملنا 8 مليار جنيه. ففي تطور مبشر صحيح. في مجال التمويل العقاري. متوقع يزيد؟ طبعا متوقع يزيد، لان بدات الناس بسبب مدارات البنك المركزي ونجاحها المبهر بدات تفهم يعني ايه تمويل عقاري، وبداوا يطمئنوا لمفهوم التمويل العقاري. ايوه. متوقعين ايه؟ متوقعين يزيد، بس طبعا الى الان احنا لو قلنا السنه اللي فاتت عملنا 8 مليار وكان الناتج القومي الاجمالي 8 تريليون، يبقى احنا بنتكلم في واحد في الالف. فاحنا طموحاتنا نوصل، يعني احنا حتى تستهدف كام السنه اللي جايه مثلا؟ انا بستهدف كام في بسبب القراءات الاقتصاديه يمكن هم ال 2 مليار برضو. مش هقدر استهدف اكتر، اتمنى طبعا اقدر استهدف اكتر، بس مع ارتفاع اسعار العائد برضو متوقعين ان الحركه هتبقى محدوده الى حد كبير، خاصه على مستوى الافراد. ايوه هتبقى محدوده الى حد كبير، ولكن احنا ما بنيأسش، احنا مستمرين اكيد، لانه احنا لو الافراد قلت احنا بنشتري محافظ من مطورين عقاريين. لما بترتفع اسعار العائد المحافظ دي بتزيد نشاطها، لان هو مش عايز يخسر في الفلوس بتاعته. ايوه. فلما بيلاقي ان العائد اللي هو حطه قرب من العائد بتاع البنك بيبيع على طول عشان ما يخسرش. لو عائد البنك زاد عنه يبقى هو كده بيخسر. اسلوب وطريقه تخلينا نقرب شويه من اللي بيحصل على مستوى العالم. لانه ده بالنسبه لنا مش احنا بس، العالم كله. طبعا. شرفت بيك استاذ ايمن عبد الحميد. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. استاذ ايمن عبد الحميد رئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه التعمير للتمويل العقاري، بشكره بشكر حضراتكم، اشوفكم بكره على خير، مع تحياتي عزه مصطفى، والى اللقاء.